السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوريكم اليوم واحد المعجون الأسنان اللي هو مهم بزاف أنكم تعرفوه وتشريوه وتستعملوه لما له من مزايا للصحة ديالكم، لأنه لا يتوفر على مواد اللي تتكون في معظم هذا المعجون الأسنان اللي تيتباعوا في هذا في السوق. فهاد غنخليكم تشوفوه باش نقول لكم المزايا ديالو. فمعجون الأسنان بريزيدون إيكو بيو هو واحد معجون الأسنان اللي سيرتيفيي بيو، لا يتوفر على فليور، يتوفر على 75 مليلتر في هذا في القيمة ديالو. منتوج صنع بإيطاليا، صيدلاني، يعطى في كثيرا من قبل أطباء الأسنان لما له من فعالية على الأسنان واللثة. معجون أسنان بدون فليور يتكون بناء على المستخلصات النباتية من الببنوج، كذلك الكاريبتوس، المرمية اللي هي السلمية. فالمنافع اللي تقدر تعطينا المرمية الموجودة اللي في هذا معجون الأسنان هي أنها مضادة للحساسية والتهيج وطاردة للفطريات. أيضا توجد فيه القنفدية، هاد النبتة هذه اللي هي مضادة حيوية ومضاد، عبارة عن مضاد حيوي ومضادة للبكتيريا. أيضا توجد الزعتر، توجد الشاي شجرة الشاي التتري، توجد الكاليبتوس واليانسون. فهاد بريزيدون هذا دونتيفريس بريزيدون بور اون بروتيكسيون ناتوريل اي توتال، سي ان برودوي سيرتيفي بيو sans fluor, sans conservateur, sans paraben, sans SLS, sans colorant, sans menthol. فهو يعني نظيف جدا للناس اللي بغاو يحافظوا على الاسنان ديالهم من الضرر. فهو معجون اسنان يوجد بالصيدليات وشبه الصيدليات، جيد بالنسبه للثه ديالكم والاسنان ديالكم. فالمزايا ديالو ديال هاد لو دونتيفريس بريزيدون ايكو بيو هو انه ينظف، يحمي، يلطف وينعش لهذا منطقة الفم. كذلك بالنسبة لطريقة الاستعمال ديالو، فهو من طرف الأطفال الصغار حتى سن 6 سنوات يجب تقليل من الكمية عند استخدامها لهم تحت إشراف الكبار لتقليل البلع ديال هذا المعجون الأسنان. فهو عادة يوصى بغسل الأسنان بعد كل وجبة أكل. بالنسبة للمعجون الأسنان العضوي فمرتين في اليوم. كما قلت لكم فهو خالي من المواد، هو خالي من المواد الخطيره، خالي من الفليور، خالي من المواد الحافظه، خالي من الصوديوم لوغ سلفات، وهو الذي تعطي الرغوه في هذا في معجون الاسنان العادي، خالي من الملونات، ايضا خالي من البارابين. فالعديد من الناس تيبحثوا على دونتيفريس اللي هو نظيف واللي تيحافظ على اللثه ديالهم والاسنان ديالهم. فها هو دونتيفريس يعني موجود بالمغرب في الصيدليات وشبه الصيدليات لمن اراد ان يحمي اسنانه ولثته من الاضرار ومن ودمه كذلك من المواد التي قد تؤذي هاد الدم ديالو. فنوصيكم وننصحكم انكم تاخذوه. فيستحق انكم تختاروه كمعجون اسنان يومي لهذا الحياه اليوميه ديالكم للحفاظ على ابتسامه جميله وصحه جيده. وشكرا.